ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى موطأ مالك. صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال المصنف رحمه الله تعالى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أباه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان إذا قدم مكة صلى بهم إماما لأنه الخليفة ولا يؤم الرجل في سلطانه ركعتين، ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم إنا قوم سفر، أتموا صلاتكم إنا قوم سفر، يعني نحن على سفر فصلوا. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عمر امتثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مكة مع أهل مكة. قال عمر بن حسين شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول أهل البلد صلوا أربعا فإن سفر. هذا رواه الترمذي وفي إسناده بعض الضعف. ومالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مثل ذلك. فله طريقان عن عمر كل منهما صحيح. وذكر الإمام لفظ هذه الطريق في الحج، قال البادي كان عمر لا يستوطن مكة لأن المهاجر ممنوع من استيطانها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل يا معاشر المهاجرين لا يقمن مهاجر بمكة فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث أيام. وكان عمر أمير المؤمنين المستحق للإمامة، ومحل كون الأفضل تقديم غير المسافر في الإمامة غير موضع الإمارة، يعني لو كان مسافرا ومقيما المقيم هو الذي يصلي، لأنه سيصلي بأهل البلد. المسافر لن يصلي إلا قصر، والمتم والمقيم يتم، لكن إلا في الولاية الكبرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا لوجوب متابعة الإمام وترك الخلاف، لأن عثمان بن عفان في آخر إمارته أتم بمنى، معناه قال ابن عمر صليت خلف النبي ركعتين وخلف أبي بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين، وصدرا من خلافة عثمان بن عفان كنت أصلي ركعتين. وابن مسعود يعني رأى قال الخلاف شر كله، لكن كان يريد أن يصلي ركعتين. مالك عن نافع ابن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا لوجوب المتابعة للإمام، ولأن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قالوا يا ابن عباس علامة إذا صلى المسافر خلف المقيم يتم، قال سنة نبيكم سنة نبيكم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى لنفسه ابن عمر كان يصلي خلف الإمام في مكة يصلي أربعا بمنى، وإذا صلى نفسه صلى ركعتين لأنه مسافر والمسافر له القصر. وعن مالك عن ابن شهاب عن صفوان هو ابن عبد الله بن صفوان بن أمية القرشي هو من التابعين أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان ابن أمية بن خلف الجمح المالكي، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه المكي وأبوه صحابي مشهور، وقتل عبد الله بن مع عبد الله بن وقتل عبد الله بن صفوان مع ابن الزبير وهو متعلق بأستار الكعبة سنة 73 ذكره النسائي في الطبقة الأولى، ابن النسائي في الطبقة الأولى من التابعين. فصلى ابن عمر لنا أي بنا إماما فصلى ركعتين، لأنه كان مسافرا والسنة أن يقصر، فصلى بنا ركعتين، فصلى ابن عمر ركعتين لأنه مسافر، ثم انصرف وسلم من الصلاة فقمنا فأتممنا، وهي السنة أن يصلي ويلتفت ويقول أتموا صلاتكم إن قوم صفر. قال فأتممنا لأنهم مقيمون ولا كراهة في إمامة المسافر للمقيم لأن صلاته لم تتغير بخلاف عكسه. وكذا قاله الباجي، والمذهب عند المالكية والمذهب كراهية السورتين غايته أن عكسه أقوى، فلعله أراد لا كراهة أكيدة. وحقيقة الأمر عنده أنه لا يصلي متم مسافر ولا مسافر متم، عنده على الكراهة، ولكن الصحيح أنه صاحب البلدة الذي في البلدة يتم، والأصل إتمام الصلاة للقصر، فالأولى أن يصلي المتم بالمسافرين. فإذا صلى مسافر صلى وأقام السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ويقول أتموا صلاتكم إنا قوم سفر،
أتموا صلاتكم إن قوم سفر. طيب أنا كنت أريد أخذ البخاري أيضا، لكن ينتظروني تحت الإخوة يدعونني، فأستأذنكم وفي الوقت إن شاء الله نأخذ المغني مع البخاري ومحاضرة الأولى في أصول التشريع. الفوائد المستنبطة: إذا صلى المسافر خلف المتم يتم، إنما جعل الإمام ليتم به، هذه سنة النبي. وإذا صلى المسافر صلى على القصر ثم استدار وقال أتموا صلاتكم إن قوم سفر، يعني على سفر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة: سنة النبي حوت كل شيء، سنة النبي حوت كل شيء. نعم، هم يدعونني للإفطار معهم، فأنا لذلك بدرت بالدروس، وعندنا فتح إن شاء الله البخاري يكون مع المغني في الليل، وقبله يكون محاضرة أصول التشريع. إني أحبكم في الله. الليلة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.